تفخر شارك معكم هذا الحدث المهم اللي انضمت المنظمه المغربيه للنقل السياحي بمعيه الشركاء ديالها. اليوم كما كنا كنعرفوا كاينه رؤيه ملكيه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. هذه الرؤيه هذه كترسم لنا بالواضح خارطه الطريق من اجل تحويل المغرب وجهه سياحيه عالميه. واليوم حنا كمنظمه مغربيه للنقل السياحي منخرطين في هذه الرؤيه الملكيه، خدامين على النقل المستدام، خدامين على الاسطول ديالنا، خدامين على التطور ديال 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 الموارد البشريه ديالنا وكذلك الابتكار. اليوم تجمعنا مع الشركاء ديالنا في هذا الحدث لهدف واحد، هو نديروا يد في يد، نكونوا جسم واحد، لان هذه الرؤيه هذه هدف ديالنا مجموع، رؤيه مشتركه. وان شاء الله من خلال استراتيجيه اللي غادي نناقشوا غندخلوا الحيز التنفيذ، غادي نقدروا نحققوا الهدف ديالنا ونضمنوا التمركز ديال البلاد ديالنا من افضل الوجهات السياحيه في العالم، لا سيما عندنا حدث كبير اللي هو كاس العالم 2030. بالنسبه لهذا اليوم، هذا اليوم الدراسي اللي هو اليوم الاول من نوعه، اليوم دراسي حول النقل السياحي في المغرب. حنا كنعرفوا بان عندنا مجموعه ديال 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 نقولوا لي دات بالاخص 2030 اللي غيكون فيها لا كوب دي موند، غيكون في المغرب، وكيخصنا هذا القطاع يكون واجد باش انه يقوم بالمواكبه ويقوم على باب انجاح هاد لا كوب دي موند اللي غتكون في 2030. متنا في هذا اليوم هذا غنطرقوا فيه المجموعه ديال المواضيع. الموضوع الاول اللي غادي نطرقوا ليه هو موضوع اللي معروف اللي عنده علاقة بالمعايير التي يجب احترامها في النقل السياحي، هذا موضوع أول. موضوع ثاني غادي نقدموا المعرض اللي غيكون ديال النقل السياحي، غيكون في 2025 غادي يكون في مراكش. موضوع ثالث اللي هو عنده علاقة بالدعم الموجه لهذا القطاع، وغنشرحوا فيه شنو هو هذا الدعم، كيفاش ممكن يساعد هذا القطاع أنه يتطور، أنه يزيد القدام، أنه يكون واجد من 2030. كاين موضوع اللي هو أساسي واللي هو معروف اللي كاين تطرق ليه في أي لقاء من هذا النوع هذا، اللي هو عنده علاقة بالرقم أنا ورق مالي ديال الشركات، وبالخاص الشركات ديال النقل السياحي. بالطبع في هذا اليوم هذا فكاين مجموعه من الخبراء اللي هما حاضرين في هذا اليوم هذا، ومجموعه ديال المتدخلين كذلك اللي حاضرين في هذا اليوم. غيكون نقاش، غيكون حوار، واكيد انا غادي نخرجوا ب دي كونكلوزيون اللي غتساعد هذا القطاع انه يزيد القدام، وان القطاع يكون واجد من 2030.